فضيلة الشيخ، المرأة إذا كانت ذات مال ولا محرم معها، أفلا نقول أنها تنيب عنها من يحج عنها؟ إذا كانت ذات مال، نعم، لكن وليس لها محرم، تنيب من يحج عنها، نعم، يعطيه مالا فيحج. لا، ما يجوز، يعني ما يجب، قصدي ما يجب. السبب في ذلك لأنه غير واجب عليها الحج الآن، ما تستطيع. نعم. يسأل عن المرأة لها مال ولكن ليس لها محرم، هل يجب أن تقيم من يحج عنها؟ فالجواب لا، لا يجب في نفس من هذا الشيء.